انت هون انا عم دبش عليك؟ قلت برتاح شوي. جرحك عم ينزف. ماشي الحال. خلينا نروح نفل قبل ما حدا يشوفك ويخلص علينا. لا لا اتركني بدي ارتاح شوي هلا بلحقك. ما تتأخر. لحقك. يا ربي دخل. شو اللي عم بيصير؟ مينك انت؟ شو اللي عم تعمله هون؟ بدهم يقتلوني من هو لحياتي. انا قتلت منهم كثير بس انجرحت. انت قتلت كثير؟ شو اللي خليك انك تقتل؟ بقاء على هالارض والاستمرارية. بقاء على هالارض والاستمرارية خليك انك تقتل. شو يلي بأكد لك انه ما رح يرجعوا يجوا وياخذوا طارهم منك ويقتلوك؟ سلاحي بيدافع عني. عم تنزفنا؟ انت اكيد انه شقفة الحديدة اللي موجودة معك هي اللي رح تعطيك الطمأنينة والاستقرار؟ اكيد. بس انت شو عم تعمل هون؟ وليش لوحدك؟ انا عم صلي. بس انا ماني لوحدي. انا معه. لمين؟ ماني شايف حدا حدك. انت منك شايفه بس هو شايفك. عم يطلع بقلبك. ويقول لك قديش هو بحبك. ناطر منك انه تفتح له قلبك. ولما بتفتح له قلبك بفوت وقادر انه يغير كل شيء. رح فوت جيب شوية دواء وطبق لك جرحة. لا ما بدي. انا فالق. هيدا انت؟ انا كتير تعبان. فوت بريشك وروح فل. كيف بدي فل واتركك وانت عم تموت؟ ما حدا بيموت قبل وقته. خليني ساعدك. ما بقى تحرز. روح فل. خذ هالورقة. اعطيها لامي وبي اذا شفتهم. وقل لهم اني انا بحبهم. انت من جديد؟ سمعتك ناديتني.
ما بقى تحرس، روح فل خذ هالورقة اعطيها لأمي بي إذا شفت وقل لهم إني أنا بحبها. أمي يا أحلى قلب، أنا بعتذر، سامحيني أنت وبي على كل شي صدر مني. أنت يا قلب ما بيعرف إلا الحب والمغفرة، يمكن أرجع شوفك ويمكن لا. الغلط يلي مشيت فيه لهون وصلني. بي أنا مشيت بطريق الغلط، رغم انك دليتنا على الطريق الصح. واذا ما عدنا التقينا، صلاتك الي دليل رضاك. ابنكم الحبيب. كأنك عم تحكي بلسان. سامحني لأني تركتك، بس الحياة عزيزة. بعدك هون؟ انت مين؟ الحمد لله حملتك لهون حتى يروح عنك الخطر. كتر خير الله يلي بعتني حتى فتش عليك. انت منهم؟ ما تخاف انا جاي حتى امسكك بايدك ودلك على الطريق يلي انت ضيعته. ساعدني تقوم. حلمت كابوس اني نزلت على جهنم. لازم تعرف يا ابني انه الله محبة. الله هو اله كله رحمة وكله حنان. بينبش عليك وينبش على كل إنسان ضيع الطريق ومشي بطريق الغلط. علمني. أمك وبيك ما علموك؟ لحظة طيش ما كنت أسمع لهم، بس الغلط هو اللي وصلني لهم. شكور الله يا ابني إنه الغلط عم ينتهي. هيدا رفيقك. الحمد لله بعدك طيب. الفضل لهالرجال الطيب. ما تعطيني الفضل لإلي. الفضل لإلو. عن شو عم يحكي؟ علم علمك.
بتكونوا جعانين. في معي قطعة خبز. شايفي لإلك. شايفي لإله. ممنونينك. صحتين. ما تواخذوني أنا صار لازم روح. خليك. القعدة معك بتريح. صار لي زمان ما تلاقيت أنا وياه. لمين؟ ليلي هو مصدر الراحة. راح أترككم. فهمت شيء؟ لا بس بيحكي بالألغاز كلامه بيعزي. أقولك لوين راح؟ ما بعرف. راح أقوم ألحقه لأشوف شو عم يعمل. بس ما تخليه يشوفك. ما يهمك. يا مصدر كل تعزي وفرح، كون الفرح لقلب كل إنسان عم بفتش عليك، كون التعزي لكل إنسان حزين وضايع وتلاقى فيك. انت العزة الحقيقي لكل انسان ضايع. استجب يا رب، استجب يا رب. استجب يا رب. ليش عم تفتش علي؟ أنا إنسان مثلي مثلك، والمفروض إنك تنبش علي لإله. من هو يلي بدي فتش عليه؟ يلي ناطرك إنك ترجع. قصدك بي؟ هو ببيك وبي وبي الكل. ما عم بفهم عليك شيء. رح اعطيك هالكتاب. شو هيدا؟ هيدا الطريق. يا بي السما احفظه واحفظ كل انسان عم بنبش عليك ومضيع طريقك ومشي ورا طريق هالعالم. خليه يعرف انك انت الطريق والحق والحياة وما في طريق غيرك إليك المجد للأبد. آمين. شفته راح وراك. دليته على الطريق وخليته يروح. راح محل ما لازم يكون. مع مين؟
مع المعلم. حكيك بخوفني، بحس انه في حدا ساكن معك. هو يلي ملي السما والارض، هو يلي ملي الدنيا من مشرقها لمغربها، بيسهر على كل الناس، ما حدا بيشوفه، بس هو بيشوف كل الدنيا. الحكي معك حزوره، بس بدك مين يفهم. الله عطينا العقل حتى نستعمله، بس المشكلة لما نحن منبطل نستعمل عقلنا ومنستعمل غريزتنا، وقتها الإنسان بصير يخاف من الإنسان، وبصير يشتغل على هالأرض كأنه مخلد على هالأرض. وأنت كيف عايش؟ أنا عايش كرماله. ما عندك أكل وشرب؟ طعامي إنه أعمل مشيئته. ما عندك مصاري؟ إذا بتنبش على المصاري بتفقده، بس لما بتحصل عليه بتحصل على كنوز الدنيا كلها. يا معلم، ما في معلم غيره. خدني لعنده. شو بيك أنت كمان؟ شو انلطشت مثله؟ شو عمل لك؟ أعطاني الإنجيل. أعطاك الإنجيل؟ أنا فلل. وين التليفون؟ ضيعته بالجرد. يعني هلأ بطل فينا نتصل بحدا؟ مشكلة إذا ما قدرت إنك تتصل بحدا، مش هيك؟ أكيد. قديش صار لك مش متصل فيه؟ لمين؟ لإله. لوين راح؟ ما بعرف، شي غريب يلي بيقولوا، بس ما راح. ضيعناك. المهم تكونوا ابتعدتوا عن الخطية ولقيتوه. شو هي الخطية؟ الخطية مؤلفة من 5 حروف، هي خبرة. خبرة بيعيشها الإنسان، وهالخبرة هيدي بعيدة عن طاعة الله. والخبرة اللي بعيشها الإنسان بعيدة عن طاعة الله بتسبب لإله حرف اليابس. مشان هيك يسوع بيقول أنا الكرمة وأنتو الأغصان، كل غصن بيثبت فيي بيعطي ثمر، والغصن يلي بينقطع عني نهايته بتكون اليابس والنار، مثل هالأغصان. والسبب حرف الألف أنانية وحرف التاء تكبر. طيب شو جهنم؟ جهنم هي البعد عنه. وشو السما؟ السما هي البقاء معه للأبد.
نحن الخاطئين كيف فينا نرجع له؟ بالنهاية كلنا خاطئين، بس ربنا أعطانا الاعتراف وأعطانا التوبة. شو هو الاعتراف؟ الاعتراف مؤلف من 6 حروف. حرف الألف اكتشاف 5 شغلات بالله: عمق محبة الله، تسامح الله، رحمة الله، أمانة الله، وفرح الله بعودة كل إنسان خاطي للتوبة. هيك صار مع الابن الضال يلي كان خاطي وابتعد عن بيو السماوي، بس لما رجع بيو فرح ودبح له العجل المتمن. يا معلم، فيك تسمع اعترافي؟ أكيد. ليكن الله في قلبك وشفتيك فتعترف بخطاياك كما يليق ويجب. يحلك سيدي يسوع المسيح من خطاياك، وأنا بسلطاني أحلك بكل وثاق حرم ومنع حسب سلطاني واحتياجك. أنا أحلك من خطاياك باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتكن ألام سيدنا يسوع المسيح والطبوية مريم العذراء ومهما فعلت من الخير وما احتملت من الشر لمغفرة خطاياك وزياد النعمة والحياة الأبدية آمين. لوين راح؟ راح يفتش على خواريف ضالة مثلنا ويدلهم على الطريق.